أعزائي الطلاب، الآن محاضرة حلقيكم محاضرة ثانية، أعيد قسم من المعلومات اللي بالمحاضرة الأولى اللي ما كانت واضحة إلي، أعيدها هسه. إن المحاضرة هي وينج ايروفويل جيومتري اند ايروداينامك فورسز. لو تلاحظ هنا عندنا هذا توب فيو بالنسبه للجناح، التوب فيو يتبع انه موجود هنا بالمقدمه، هذا اللي يكون مواجه للهواء هو الليدنج ايج، وهذا هو هنا بالجهه الاخرى الليدنج ايج، وهذا هو التريلنج ايج، هذا هو التريلنج ايج. هذا هنا عندنا الوينج تيب، يعني نقطعه هذا الجناح من هالاكس اكسس حيطلع عندنا مثل هذا الشكل اللي دائما ارسم لكم اياه على السبوره. فهذا الوينج تيب واللي يكون ملاصق للفيوزلج لجسم الطائره هو الوينج روت. هاي عندنا هنا عندنا السويب انجل، وهنا عندنا السبان، هذا هو السبان اللي هو بين تيب من جهة الجناح الأيمن إلى نهاية الجناح الأيسر بالتب أيضا، هذا هو السبان. هذا مهم جدا هذا الرسم حتى نتعرف على أشكال ومسميات جديدة نطلق عليها حتى في المستقبل تكون عندنا واضحة وما عندنا مشكلة بها. فهنا مكتوب فيوزيلج، هنا يعني جسم الطائرة، هنا هذا اللي يكون هنا يكون مكون من الركاب والحمولة والطيارين وباقي الطائرة. هاي جدا جدا مهم. هنا أنا وينج سبان يشرح لك عليها تعاريف. أما هنا عندنا الكورد، عندنا السي تيب اللي هو كورد يعني بالنسبة للتيب، وهنا سي بالنسبة للروت. اما بالمين كورد هاي مسمى، هنا عندنا المين رود هو مين كورد العفو اللي هو سي داش، هذا هو فقط اطلعوا عليه. الاسبكت ريشيو ايضا هنا اللي هو السبان على المين كورد. السويب باج اللي هو شرحت لكم عليها اللي هي الانجل، هنا تعريفها اللي هي واضحة جدا عندكم بالرسم الأول بالفيديو الأول اللي هو هاي سويب أنجل مال ليدنج إيج، وهنا السويب أنجل أيضا للليدنج إيج العفو، هذا للتريلنج إيج. هاي تعريفها هنا موجود، اقروها اطلعوا عليها، هو تعريف نفسه. أما عندنا أنواع الإيروفويل، فعندنا الإيروفويل عندنا سيمتريك إيروفويل اللي هو يكون الجزء العلوي يساوي الجزء السفلي. اما عندنا هنا دا اوضح لكم الكمبر لاين حتى نتحول الى الجزء الى النوع الاخر من الايرفويل اللي هو كمبر ايرفويل اللي هو ما يكون سيمتريك، ما يكون الجزء العلوي يساوي الجزء السفلي. هنا عندنا توضيح مهم جدا للكمبر كمبر ايرفويل. هنا عندنا هاي المسميات حنتعرف عليها. هنا عندنا اول شيء هذا اللاين اللي هو الكمبر لاين، هذا هو الكمبر لاين. هذا شنو مهم جدا هذا الكمبر لاين، من عنده نقدر نتعرف على او نرسم الابر سيرفيس واللور سيرفيس اللي هو نقدر نقول عليه هو الريفرنس لاين بالنسبه للايروفويل. هنا بالنسبه هنا المقدمه هو الليدنج ايج، هنا التريلنج ايج، هنا الكورد لاين اللي هو الخط الواصل بين الليدنج ايج الى التريلنج ايج، اذا مديناه للنهايه وسوينا زاويه بينها وبين الاتجاه الهواء، هذا حيكون الانجل اوف اتاك، زاويه الهجوم. بالنسبة للايروفويل عندنا انواع الايروفويل، هو عندنا النوع الاول اللي هو 4 ديجيت ايروفويل اللي متكون من اربع ارقام اللي هو مثلا خلينا نقول مثال اللي هو ناكا 2415. هاي هنا
شي يمثل 2 شي يمثل 4 وال 15 ايضا شي تمثل. اما الفايف ديجيت اللي هو يكون من 5 ارقام ايضا همين كل شي شي يمثل عليه مكتوب هنا بالورقة شي يمثل عليها، والسكس ديجيت كذلك. هاي عندنا المحاضرة اللي هي المفروض ناخذها بعد طبقات الهواء. أخذنا طبقات الهواء طبعا بالمحاضرة اللي يكون الأخيرة كانت بالجامعة، وطيتكم عليها تمارين، كل واحد اعطيته أو اثنين أو ثلاث طلاب اعطيته ارتفاعات، وقلت له يطلع لي الباراميترز. هاي واجب، فأريد منكم ترسلوا لي الواجب على على الكلاس روم، ترسلوا لي الواجبات كل واحد واسمه حتى اطلع عليه واشوف، حتى اسجل عليه ملاحظاتي كل طالب وواجباته. والمحاضرة الثانية هاي اللي هو هاي عادة لها هسه، هاي اللي عادة لهاي المحاضرة اللي سابقة اللي اخذت اللي شرحت لكم اياها، هاي عادة حتى تكون واضحة عندكم، ويصير ايضا كان يكون طلاب اكثر علي، لان لحد الان مو كل الطلاب مكنكين وياي. واللي عنده سؤال يرسل سؤال حتى اجاوبه عليه. وشكرا لانصاتكم اليه، وبارك الله بكم.